مش واضح لليوم إذا حضلها ردود الفعل بالشكل اللي أخذته لحديت هلا. واضح إنه ردود الفعل بالعواصم العربية المختلفة كانت متفاوتة من مكان إلى آخر. وبفتكر كمان اليوم يعني عند المواطنين العرب في شعور من مش بدي أقول اليأس، ولكن شعور بأنه المظاهرات السلمية ما بتأدي لنتيجة. يعني جربوها بال2011 و2012 و2013، وفي أماكن مختلفة المظاهرات السلمية انتهت بحروب ضارية ضد شعوبها، يعني الدول عم بتشن حروب ضارية ضد شعوبها. فالخوف هو انه هالشيء، يعني ردود الفعل على يلي صار مؤخرا ياخذ اشكال مختلفه، ممكن تكون عنفيه بالمدى المتوسط والبعيد. ما عندنا اي طريقه نقدر نعرف شو المستقبل بيخبي حاليا. بالرغم من انه ردود الفعل لحديت هلا كانت لحد ما يعني تم احتوائها، ولكن قرار الرئيس ترامب رح يشجع الأصوات المتطرفة على جميع الأصعدة، الأصوات المتطرفة دينياً أو سياسياً، ورح يسهل عملية إنه يصير في احتواء كمان للأصوات المتزنة أو الأصوات اللي هي عم بتحاول تلاقي حلول سلمية، مش بس لهذا الموضوع ولكن للمواضيع التحديات المختلفة اللي عم بتواجه العالم العربي. كمان من تبعيات هذا القرار أو تبعيات الأساسية إنه هو رجع سلط الضوء على القضية الفلسطينية ك يعني ك عمود أساسي لعملية السلام بالمنطقة ككل. هالموضوع كان تم إهماله آخر فترة، خصوصا في ضوء الحروب المشتعلة بالمنطقة كلها والتغيرات اللي عم بتصير، فرجع سلط الضوء على الموضوع الفلسطيني وعملية السلام بشكل أساسي. لنشوف هلأ وين هذا الموضوع رح يودي. يعني تأثير هالإعلان اللي قام فيه الرئيس ترامب بأمريكا، أي الاعتراف بالقدس كعاصمة لإسرائيل، عمليا أعلن انتهاء ما تبقى من عملية السلام اللي كانت قائمة بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. عم بيعلن موت السريري لهذه العملية. يمكن كمان هو إعلان لانتهاء حل الدولتين. يمكن وصلنا لمحل لازم نبلش نفكر جديا بإطار مختلف لعملية السلام، ومنهم حل الدولة الواحدة. عمليا الموقف اللي اتخذه الرئيس ترامب بالاعتراف بالقدس كعاصمة لدولة إسرائيل أعلن إنه أمريكا أخذت طرف. يعني وضع القدس كان متروك للمفاوضات النهائية بين الطرف الفلسطيني والطرف الإسرائيلي. الرئيس ترامب قدم وضع القدس، يعني قدم القدس هدية لإسرائيل في مكان ما وأخذ طرف. هذه ال يعني ها ها يعني هل التصرف من قبله أو القرار، هذا القرار من قبل الرئيس ترامب برأيي عم بيعلن الموت السريري لعملية سلام كانت متعثرة حتى الآن، يعني حتى ما نقول أكثر. وانتهاء العملي لحل الدولتين يلي هو على الحالتين كان شبه منتهي بفضل الوقائع اللي كانت عم بتغيرها إسرائيل على الأرض. يعني اليوم في تغيير كتير، حجم المستوطنين بالضفة وإلى آخره. بقى يمكن اليوم يعني الناس المفروض تعترف انه حل الدولتين مات، ولازم نبلش نفكر بأطر مختلفة لحل القضية الفلسطينية، ويمكن لازم نبلش نفكر بإطار الحل الدولي الواحدة. مش واضح. للأسف الخيار ما عندهم خيارات كتير واسعة الفلسطينيين في ضوء هذا القرار.
يمكن أكثر خيارات متاحة لهم بإيديهم هن هو موضوع الدبلوماسي، أي محاولة البناء على ردود الفعل المتشابهة بأكثر بلدان العالم، واللي هي عم تشرب هذا القرار، رافضة لهذا القرار، وعم بتشوف فيه إنه يعني عم بتشوف شايفة بهذا القرار إنهاء لعملية السلام. في ممكن يكون في زخم دبلوماسي حول هذا الموضوع بالذات. يمكن كمان من الأشياء اللي ممكن تقوم فيها السلطة الفلسطينية هي إعلان انتهاء حل الدولتين كمان، يعني إنه هذا الحل لم يعد قائم، فإذا خلينا نفكر بحل مختلف. الحل الثالث، مش الحل أو الـ يعني الـ الخيار الثالث يلي أمام الفلسطينيين إجمالا واللي عم ينحكى فيه كتير، هو موضوع انتفاضة ثالثة أو القيام بأعمال عنفية. كمان هذا عم ينحكى فيه كتير بس كمان مش واضح، ممكن يكون يعني يصير في انتفاضة ثالثة، ولكن كمان قديش مداها وقديه بعدها، يعني اليوم وشو حيكون تأثيرها بالمدى المتوسط والبعيد غير واضح، خصوصا في ظل منطقة تحولت، يعني في تغييرات هائلة عم بتصير بالمنطقة العربية من وقت الانتفاضة الثانية. عم نحكي اليوم في تقارب بعض الدول الخليج مع إسرائيل، يعني كل الوضع المنطقة تغير، فالخيارات المتاحة أمام الفلسطينيين كمان تغيرت بفعل تغير هذه الوقائع. يمكن إعلان انتهاء حل الدولتين من الخيارات المتاحة لهم، وبداية التفكير أو العمل على التفكير بحل مختلف، خصوصا في ضوء أنه كتير من الشباب الفلسطيني اليوم اهتمامهم الأساسي صار ما هو الحل اللي حيأمن لنا حقوقنا، إن كان الشباب الفلسطينيين أو ما يسمى عرب إسرائيل أو الشباب الفلسطينيين ساكنين بالضفة أو بغزة. اهتمامهم الأساسي اليوم هو شو إطار الدولة اللي حتأمن لنا حقوقنا. يمكن مفروض نبلش نفكر بهذا الموضوع.